السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في السلسلة الدروس دي واللي جاية هوريكم بعض التقنيات زي ما احنا متفقين. في مكان القديم كان بينزل بكابلين، ده كابل الكوم، ده كابل الكوم وده كابل ال بي تي، ماشي. فرضيا في مكنة انا جبلتني ان ما ايه واحد بيقول لي ما لهاش غير كابل العريض ال بي تي، ماشي. فطبعا عايز يوصف، يا عم التوصيف موجود في ايه؟ في البرنامج. طبعا انا دلوقتي ده ادي الكابل ال بي تي، ماشي، وده كابل ايه وده كابل الكوما. الاتنين لو انا فتحت الارت كات دلوقتي، ها هوريهولك فين تجيبه، ماشي كده. انا هفتح ايه الارت كات، فتحت الارت كات واتفر ان انا ايه، ماشي. هنا لو انا جيت على ان انا بوصف، بختار اذر زي ما بيجيني اذر دامبل، ها وكلوز، واد وكلوز، ماشي اد كلوز، بس انا عشان موصف بتجيني دي كده، بتجيني الاختيار ده. انا ادي اختيار الايه، طب بعد العزم زي ما تواصل. طبعا عدنا ليكم عشان نكملوا الفيديو. هنا السوفت بتاع البرنامج بيديني ايه الخيارات اللي بيقبلها، ايه المخارج اللي بيقبلها البرنامج. هنا كوم 1 كوم 2 يو اس بي، ادي خيار الايه بي تي ال، ماشي. فدوست عليه كده بقول سند، خلصنا كده واحد. لو رحنا للفليكس برضه، خلينا نكبر الشاشة. المهم هنا مديني كوما 1، اغير الكوما، ماشي. ليه انا هغير هنا الكوما؟ اد سيت اب، بصوا بتجيني الشاشه كده في التوصيف على اي كتر، ايه على اي كتر صيني. طبعا توصيفنا اللي هو ايه، ميماكي، هامي ماكي مثلا، ها بقول له نيكست نيكست. هنا المخارج شوفوا في التوصيف، طب انت بتوصل هنا بيدي لك كوما 1 وكوما 2 وكوما 3 وكوما 4 لغايه ما توصل ايه ال بي تي اهو، وال بي 2 يعني بيديك كذا مخرج، لان بيبقى فيه كابلات كتيره ومخارج كتيره. فين هنا ال بي 2 1 وال بي 2 2 والكلام ده و3 بكده. انت عزيز المشاهد عزيز المستمع بتقدر توصف المكنة. ليه انا بينت لك المخارج دول؟ لما احنا بينت لك ليه كابل اليو اس بي، ها لان في المكن القديم كان بينزل بالكابلين دول، ده الكومو ده ال بي 2. انت الكابل ده اتدمر باظ، ها اشتغل على البي 2، ماشي.
دلوك طبعا شال الكابل ده وحط مكانه اللي هو ايه اليو اس بي. طبعا رجاء انا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله هبين لك التقنيات زي ما احنا قلنا. انا مش عايزك تحتار وعايزك تعتمد على نفسك. في فيديوهات صيانة ان شاء الله هنزلها، بس فيديوهات الصيانة دي هتبقى ضرب نار، هتبقى ضرب نار ضرب نار ضرب نار، وهدي لك اماكن بيع الحاجة دي وتروح تجيبها منين، وتتصل وهسيب لك ارقام تليفونات تتصل بيهم، وانا تحت امرك في اي حاجة. بس ادعولي بس يا ربنا ايه يخلصنا من اللي انا فيه ويشفى عني كده. ومشوار كده دعوة بظهر الغيب ان ربنا يكرمنا واخلص من الموضوع كده ان شاء الله. دعوة منيكم، وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. طبعا الحمد لله رب العالمين وكفى، ان كنت اصبت فهذا توفيق من عند الله وحده لا شريك له، وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.